بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا به على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان علينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل نجم عالم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما علينا إلا البلاغ المبين. لدينا قراءة باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى، صلاة الضحى مثل صلاة الليل، يعني صلاة تصلى في وقت الضحى، ليس مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر يعني الإضافة إلى السبب. نعم. الضحى بالضم والقصر اسم للوقت الذي يكون من تمام ضوء الشمس إلى تمام ربع النهار، وقبله من طلوع الشمس إلى تمام ضوئها يقال له لحوة. من طلوع الشمس إلى تمام ضوء الشمس، هذا ممكن ارتفاعها قدر رمح، إلى هنا لحوة، ثم بعده الضحى. نعم. ثم ومن تمام ربع النهار إلى الزوال يقال له لحاء، لحاء كسماء، هكذا يعني من طلوع الشمس إلى الزوال ثلاثة أزمان، لحوة، ضحى، لحاء. نعم. لكن شرعا هذه الصلاة وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. نعم. الضحى ليس احترازا عن اللحاء بل شامل لها. نعم. اللهم بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين، قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي رضي الله عنه قال أخبرنا شعبة رضي الله عنه يزيد الشر يزيد الرشكي رضي الله عنه قال سمعت معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. صلاة الضحى ورد اختلاف الصحابة فيها، وهنا عائشة رضي الله عنها أثبتتها، لكن سيأتي حديث بنفيها لها. هذا سؤال عبد الله بن شقيق كان لعائشة، قالت جوابا عنه سؤال جواب هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. كذلك ورد في رواية أخرى ما رأيتها يصلي،
ما رأيته يصليها، ما رأيته يصليها، هكذا عائشة قالت. ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورد عنه أنها بدعة، أنها بدعة، ثم قال نعمة البدعة، هكذا اختلاف. ذكر ابن حجر رحمه الله. وأما ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله بدعة ونعمة البدعة، نعم، هذا رواه الإمام البخاري. لا هذا لا، هذا بدعة نعمة البدعة، هذا عن ابن عمر في حق صلاة الضحى، لكن هذه اللفظة مروية عن عمر، نعمة البدعة هذه في حق التراويح، ذاك أمر آخر وعلى آخر. كذلك من قوله قتل عثمان رضي الله عنه وما أجد سبحها، ما أجده سبحها، فإذا نفى عبد الله بن عمر صلاة عثمان لله، ما أجده سبحها. كذلك ما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها، بدعة ما ذلك كان يحبها، فأوله هكذا، يعني ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن عبد الله بن عمر ينفي صلاة الضحى شرعيته أو سنيته، بأنه لم يبلغ ما يأتي من الأحاديث. لماذا جعلها بدعة حسنة؟ لأنه ما بلغه هذه الأحاديث الواردة في مشروعية صلاة الضحى، أو أنه أراد أنه لم يداوم عليها، هذا هو التأويل الأحسن بالنسبة لعبد الله بن عمر. الجواب الأول يعني بأن هذه الأحاديث ما بلغته، هو بعيد في حق عبد الله بن عمر. فإذن لو كان هذا مراد فلا بأس، لم يداوم عليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مرة يترككم مرة، هكذا سيأتي، هكذا كان، يعني ما داوم عليها، بل أحيانا يتركها. فإذا الناس ماذا فعلوا؟ يداومون عليها، جعلها بدعة. نعم هذا صحيح، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها فالمداومة عليها تكون بدعة، لكن حسنة. نعم. أو أن التجمع لها في نحو المسجد هو البدعة، والحاصل أن نبيه لا يدل على عدم مشروعيتها، لأن الإثبات زيادة علم خفية على النافي مقدم على المنفي رؤيته. نعم. كذلك في خبر البخاري قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر فقال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يخاله، لا أظنه، لا يخاله، لا أخاله، لا أظنه، هكذا يعني. فهذا يدل بظاهره على أن هؤلاء لم يصلوا الضحى، عبد الله بن عمر، عمر، أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلوا الضحى، الضحى، هذا هو الظاهر، لكن ينبغي تأويله، لأنه ثبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والضحى، لو كان يصلي نعتقد به حق أبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر أنهم كانوا أيضا يصلون. فإذا هذا الجواب يحمل على نفي الدوام، وإذا يكون معنى السؤال هل تصلي الضحى، يعني أتصلي الضحى بالمداومة عليها، دائما تصلي؟ لا، صح. فإذا سأسئل عن صلاة عمر الضحى على الدوام، على صورة دائمة؟ لا،
نعم، يعني هؤلاء الثلاثة ابن عمر، عمر، أبو بكر رضي الله عنهم، كلهم كانوا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، يعني أحيانا يتركون كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا. هذا هو الجمع. وهنا أثبتت عائشة أنها صلى الله عليه وسلم صلاها أربع ركعات. كذلك اختلفت الروايات في عدد ركعات الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه صلاها تارة ركعتين وهو أقلها، وتارة أربعا وهو أغلب أحواله. أغلب أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أن يصلي أربعة، أقل ركعتين هكذا أيضا أحيانا، وتارة ستا وتارة ثمانية وهو أكثرها فضلا وعددا. على الراجح يعني فيه خلاف، هل الأكثر 12 أو 8؟ وقيل أفضلها 8 وأكثرها 12. ولا ينافي في ذلك قولهم كل ما كثر وشق كان أفضلا، لأنه غالبي. فقد صرحوا بأن العمل القليل قد يفضل الكثير في صور كثيرة. نعم، لأنه قد يرى المجتهد من المساهل المختتمة بالعمل القليل ما يفضله، ما يفضله على الكثير. ثم هذا وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيته سبحها. هي قالت ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح صلاة الضحى، صلى صلاة الضحى يعني الضحى. فإذا جمع البيهقي بين هذا وبين ما تقدم منها، يعني أنه يصلي أربعا بحمل قولها ما رأيته سبحها على نفي رؤية مداومته عليها. ما رأته يداوم على صلاة الضحى، هذا معنى قولها. وقولها نعم على الغالب من أحواله، يصلي أربعا من غالب أحواله. وشهد 19 من أكابر الصحابة أكابر الصحابة أنهم رأوا المصطفى صلى الله عليه وسلم يصليها، حتى قال ابن حجر أخبارها بلغت حد التواتري. أخبارها حدت بلغت التواتري، كذلك كم روى عنه يعني 19. ثم كيف يخفى على ابن عمر، كيف يظن بابن عمر أن هذه الأحاديث ما بلغته، مع أن 19 من الصحابة رواها. وكذلك ابن حجر رحمه الله في حقه قال بلغت حد التواتر. إذن هذا الجمع الثاني، النفي من ابن عمر وكذلك من عائشة نفي للمداومة، هذا هو صحيح الموافق للواقع إن شاء الله تعالى. وكانت صلاة الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن العربي، صلاتها كانت صلاة الأنبياء قبلهما، موسى وعيسى وإبراهيم وسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام هكذا. ثم تدل على مزيد فضلها أحاديث كثيرة كخبر أحمد من حافظ على صلاة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن فوائدها أنها تجزئ عن الصدقة التي تطلب عن مفاصل الإنسان 360 مفصلا كل يوم تطلع فيه الشمس كما رواه مسلم. نعم، هذه ركعتا الله تؤدي الصدقات المطلوبة لأجل مفاصل الإنسان. نعم، كل يوم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي رضي الله عنه قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي رضي الله عنه عن حميد الطبيلي رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، أغلب أحواله 4 ركعات،
منادرا يزيد ويصلي 6 ركعات. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال أخبرنا شعبة رضي الله عنه أن عمرو بن مرة رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله إلا أم هانئ. إذن هذا إخباره ما أخبره إلا أم هانئ فلا بأس. نعم هذا لا يدل على نفي الوقوع. أما فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. لماذا يقولون هكذا؟ لقد سبق في صلاة التطوع يتم الركوع والسجود يتم الركوع والسجود هذا لدفع إيهام أن معنى الخفة يعني عدم اتمام الركوع والسجود وحسن الاداء ليس معناه ذاك بل معناه تخفيف الصلاه يعني تقليل القراءه. فاذا لا يقرا سوره طويله بل يقرا سوره قصيره. نعم هذا معنى التخفيف. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا كهمس بن الحسن رضي الله عنه أن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء عن مغيبه. مغيب يعني مكان الغيب يعني عن سفره. لو رجع عن سفره يصلي وإلا لا يصلي. هكذا ليس هنا يعني نفي صلاة الضحى مطلقا بل نفي صلاة الضحى يعني حضر. هذا هو هذا لا ينافي الإثبات. ومع ذلك هذا نفيها مطلقا في الحضر بدون رجوعه من مغيبه بنافيه ما سبق عنها أنه كان يصلي 4 ركعات. نعم فإذا الجمع هذا لا يداوم هنا. أيضا هذا الحديث أيضا مفهومه أيضا يقيد بالمداومة يعني لا يداوم على صلاة الضحى إلا أن يجيء من مغيبه. لو رجع عن سفره ومغيبه يداوم على صلاة الضحى. كلما رجع عن سفره ومغيبه يصلي لم يترك صلاة بل في الحضر أو في السفر لا يداوم عليها بل يصلي أحيانا ثم يتركه. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن ربيعة رضي الله عنه فضيل بن مرزوق رضي الله عنه عن عطية رضي الله عنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. نعم هذا. وبهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا يترك أحيانا. فإذا لو بدأ يصلي يصلي مدة طويلة ثم لو أوقف يوقف مدة طويلة هكذا. ثم فإذا نظن من هذه العادة الطويلة الباقية أياما نظن منها أنه لا يتركه يتركها بعده لكن بعد مدة يترك ثم ما نراه يصلي فإذا نظن أنه لا يصلي بعد لكن يصلي بعد مدة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه هشيم رضي الله عنه
قال أخبرنا عبيدة رضي الله عنه أن إبراهيم رضي الله عنه سهم بن منجاب رضي الله عنه عن قرثع اللبي رضي الله عنه أو عن قزعة عن قرثع رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج تصلى الظهر وأحب أن يسعد لي بتلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا فإذا هذا الحديث والذي بعده مناسبته لهذه الترجمة مشكلة لماذا هذا باب صلاة الظهر لكن هذه الأربع سنة الظهر القبلية أو أني سنة الزوال أيا كان هذا مشكل نعم إذن قال بعض جوابا أن هذا أن إدخال هذه الأحاديث الأربعة وهذا والذي بعده ثلاثة في هذا الباب من تصرف بعض النساخ وهذه الأحاديث الأربعة كانت في الباب الماضي في الباب الماضي يعني باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال يعني لإفادة أن يعني نهاية وقت الضحى بالزوال ماذا؟ لو زالت الشمس هو يصلي صلاة أخرى لا يصلي بعد الزوال صلاة الضحى لإفادة هذا هكذا يعني تأويل على كل حال ظاهر يعني مشكلة ثم ماذا قال؟ هذا بالدوام تدمن يعني بالمداومة يستمر يداوم فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج تصلى الظهر لا ترتج تصلى الظهر نعم لا ترتج يعني لا تغلق بعد فراغ صلاة الظهر فأحب أن يسعد لي بتلك الساعة خيرا ما معنى فتح باب السماء يعني هذا صعود أو رفع الحسنات في هذه الأوقات رفع الحسنات يكون في بعض الأوقات يعني معينة هذا يعني رفع الحسنات يكون وقت يعني على أشكال الرجل لو فعل حسنة ترفع يعني فور فراغه من هذا فور فراغه ثم يوميا في كل يوم مرتين هكذا ثم في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة هكذا يعني مجملا يرفع نعم يكون هناك حسابات مختلفة لأجل ذلك نعم قلت في كلهن قراءة قال ثم هل فيهن تسليم فاصل يعني ركعتين وقال لا فهذا يدل على جواز الوصل بين الأربع في الرواتب نعم هكذا هو الحكم بخلاف صلاة التراويح نعم ثم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا أبو معاوية رضي الله عنه قال حدثنا عبيدة رضي الله عنه أن إبراهيم رضي الله عنه سهم بن منجاب رضي الله عنه أن قزعة رضي الله عنه أن قرثع رضي الله عنه النبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال أخبرنا أبو داود رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح رضي الله عنه عن عبد الكريم الجزري رضي الله عنه المجاهد رضي الله عنه عبد الله بن الصعيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح بها أبواب السماء
فأحب أن يساعد لي بها عمل صالح. وبه قال حدثنا أبو سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة يحيى بن خلف رضي الله عنه، قال حدثنا عمر بن علي المقدمي رضي الله عنه عن مسعر بن كدام رضي الله عنه، النبي شهاق رضي الله عنه، عاصم بن ضمرة رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. نعم، يمد فيها معناه هذا المد ضد التخفيف، معنى التخفيف قراءة سورة الغسيرة، ومعنى المد قراءة السورة الطويلة. نعم، يطيل بها بزيادة القراءة، يقرأ سورة طويلة. نعم، ثم بعده باب، باب صلاة التطوع بالبيت، صلاة التطوع أفضل بالبيت. نعم، وبه قال حدثنا عباد العنبري رضي الله عنه، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه، عن معاوية بن صالح رضي الله عنه، عن العلاء بن الحارث رضي الله عنه، عن هرام بن معاوية رضي الله عنه، عن عمه عبد الله بن سعيد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. من سأل عبد الله بن سعد، سأل عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، يعني ما هو الأفضل؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كم ترى ما أقرب بيتي، أنت ترى ما أقرب بيتي، هذا على تعجب، قريب جدا بيتي، ما أقرب بيتي من المسجد، مع ذلك فلا أن نصلي في بيتي أحب إلي من أن نصلي في المسجد. فإذا هذا المشروعية، مشروعية أفضلية النفل في البيت ليس لي كون المسجد بعيدا، بل لو كان قريب جدا يصلي النوافل في البيت إلا أن تكون صلاة مكتوبة. نعم، ليست المكتوبة فقط، بل يعني ما شرعت الجماعة من النوافل، وكذلك مما لا تشرع الجماعة فيه من النوافل، منها ما هو أفضل في المسجد، منها ما هو أفضل في المسجد. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: واستثنى من ذلك، يعني من أفضلية النوافل في المسجد، استثنى من ذلك نوافل في المسجد أفضل وأولى منها بالبيت، ما هي؟ صلاة الضحى، سنة الطواف، هكذا، وما سن فيه جماعة من النوافل وغير ذلك، مكتوبات غير مكتوبات نوافل، ما سريت الجماعة، هكذا. ثم ما هي الحكمة في أفضلية النوافل في البيت؟ الحكمة يعني لتحصل البركة للبيت، تحصل البركة للبيت، البركة هذه النوافل، وأهله أيضا، لأهل بيته أيضا، ويصلي، البركة تعود عليه وعلى بيته وعلى أهل بيته، ما شاء الله. ولتنزل الملائكة، كذلك تنزل الملائكة في بيته، وليذهب عنه الشيطان. نعم، فهذا رجل حينما يصلي النوافل في بيته ماذا يفعل؟ يطرد الشيطان عن بيته. نعم، هكذا فوائد، يعني فوائد كثيرة. نعم، وكذلك فوائد أيضا ذكر علي بن القاري رحمه الله: حذرا من الرياء والعجب، لو صلى في بيته مع أهله في أهله
يكون يعني احتمال الرياء أقل حذرا من الرياء والوجب. لو صلى في المسجد ممكن يدخل إلى قلبه الرياء والعجب، لو صلى في بيته النوافل، فإذا النوافل يعني يكسرها، فإذا هو يصلي في بيته في عزلته هذا أقوال. ثم وتحقيقا لتصديق الإيمان ومخالفة للمنافقين، يعني من يصلي في بيته المؤمن الصادق، أما المنافق لا يصلي في بيته، لا يصلي النوافل، بل هو يأتي ويصلي مع الناس لإظهار أنه مؤمن وليس بمؤمن. نعم. ثم وقصد وصول البركة إلى المنزل وأهله ونزول الملائكة وطرد الشيطان عنه كما جاء في الروايات. هذه ثابتة، هذه الفوائد ثابتة في الأحاديث. نعم الروايات. نعم. اليوم نختم بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.